بسم الله الرحمن الرحيم. أعضاء مدونة مكتبة العرب، أهلا بيكم. بإذن الله النهاردة هشرح المؤشر اللي هو الأخطبوط. مش عايزين نتكلم كتير، عايزين نبقى سراع بس إيه، نعرف نشتغل. بصوا شباب، أنا نزلت على القناة في التليجرام وهتلاقوا الرابط بتاعها في الموضوع، ودي المدونة بتاعتنا اللي هي مايكروتك العرب، تمام. نزلت لهم الصور بتاع المؤشرات دي، هنشتغل بمؤشرين الأخطبوط اللي تحت دول ومؤشرات الموفينج افريج اللي فوق دي بالشكل ده بالاعدادات دي. هوريكم كل حاجه باذن الله على الطبيعه. فانا قلت لهم امتى بناخد امر بيع، لما اتقطع الاخضر مع الايه، مع الاحمر. هنا شايفين حصل هنا نقطه تقاطع. طيب تحت اول حاجه يهمني اللي هو المؤشر اللي هو الاخطبوط اتنين اللي تحت ده، اصبح لونه بالاحمر. استنى لما اتاكد من الاخطبوط واحد ان لونه بقى احمر علشان اخش بيع. ما هو بيع يعني باللون الايه الاحمر. بصوا كده اخد بيع لحد هنا تقريبا. ابتدى ايه الاخضر يدخل، تقدر تخرج من ساعة تقدر تخرج من الاخضر، يعني بتعمل امر بيع عند التقاطع اللي هيحصل ده. خد ده كله وافضل مراقب تحت، اول ما يجي اللون الاخضر اخرج من امر البيع. اول ما يجي اللون الاخضر تحت في اللي هو المؤشر اللي هنا اللي تحت كده، اجى الاخضر اقدر اخرج ايه من العملية اللي انا فيها دي، ويبقى كده استفدت كل النقط دي في البيع. طيب في الشراء العكس، وهنشوف دلوقتي عملي ازاي هنعملها. في الشراء العكس، في الشراء بدخل هنا، بصوا كده التقاطع حصل، في الاخضر تحت في اخضر فوق، الجزء ده كله اخضر الجزء ده كله شراء، يبقى الجزء ده كله شراء اهو. لحد هنا كان الجزء كله شراء بالشكل اللي انت شايفه ده اهو. بص طلع وكان كمان اعلى من هنا، كان واصل لحد هنا. يعني انت لو كنت خدت شراء من هنا لهنا وخرجت كان هيبقى زي الفل، كل ده ايه معاك. امتى بخرج من صفقة الشراء؟ لما اللون اللي تحت يتحول للاحمر. سيبكم بقى من الكلام ده كله، احنا فهمنا الايه العملية، عايزين نشوف الملفات اللي هنشتغل في بيها. ده اسمه مؤشر الاخطبوط اللي هنشتغل بيه ده يا شباب. في عندك هنا ملف تمبلت وفي الانديكيتور، دول ملفين. جميل قوي. انا هفتح المنصه بتاعتي اهي، حساب اكس ام حقيقي، تمام. ادي الايه الحساب بتاعي اهو. هروح رايح على فايل واوبن داتا فولدر او فاتح مجلد البيانات، هيفتح معايا اهو بالشكل اللي ايه اللي تحت ده كده. هجيبه بس ايه عشان انا شغال من على في بي ان. تمام يا شباب، في عندي هنا ملف اسمه تامبلت، صح؟ هفتحه كده وهسحب الملف بتاعي اللي في تامبلت اهو، اسمه شادي سوفت. هاخده كده كوبي وهاجي هنا احطه له كده اهو، بست. تمام اهي. وبعدين طبعا بعد ما هيتنقل هروح افتح تاني كده. انا طبعا عشان شغال على في بي اس خارجي فالموضوع تقيل معايا شويه عشان الابلود، لكن انت لو شغال على جهاز الكمبيوتر بتاعك عادي. تمام كده اتنقلت في التمبلت اللي انا عايزه. هروح على ام كيو ال 4 وادور على ملف اسمه انديكيتورز اهو. هروح ساحب فيه الملفين اللي احنا حاطينهم في الانديكيتور اهو، ده اهو بالانديكيتور. هاخدهم كده كوبي واروح احطهم في الانديكيتور. وبعد ما بنقل بعمل ريستارت للايه اهو، بس بعد ما هنقل هعمل ريستارت للمنصة. انا عشان كنت ناقلهم قبل كده فبيقول لي هما موجودين، بقول له اه ماشي نقلهم عادي مفيش مشكله عندي. تمام يا شباب كده خلصت. اقفل بقى واقفل المنصه بتاعتي وارجع اشغلها تاني. ارجع اشغل المنصه تاني.
ونشوف هنشتغل عليها ازاي. بعد ما عملنا ريستارت يا شباب، تعالوا بقى كده نشوف. طبعا انا حسابي ميكرو، فهنقي العملة ايه بالميكرو. فاجي هنا كده مثلا انقي، خلينا ننقي الايه الباوند، الباوند دولار. اللي هو الجي بي بي يو اس دي ده كده مثلا. تمام. بصوا يا شباب، كبر ده عشان نبقى شايفين احنا هنعمل ايه كده. تمام. انت بعد ما نقلت الملفات، في ملف انت نقلته اسمه في التمبلت. تمام. طيب هاجي اضغط على التمبلت اللي فوق ده، اهي اللي انت شايفها اللي فوق ده، اهي كده اضغط عليها كده، وبعدين لود تمبلت. بعد اللود تمبلت هيفتح لي ملف او فولدر جواه التمبلتات اللي محطوطه. وممكن من غير اللود تمبلت، يعني لو من غير اللود تمبلت ممكن تلاقي اصلا التمبلت، هو التمبلت جوه اسمه شادي سوفت، بس ممكن من غير الطريقه دي اضغط كده واجي على شادي سوفت، اروح معلم عليها كده. فلما علمت على شادي سوفت بالشكل ده، التمبلت اتنفذ قدامي اهو، التمبلت اتنفذ قدامي بالشكل اللي انت شايفه ده كده. تمام. طيب يا شباب تعالوا كده نقرب سنه. العملة اللي انا عليها دلوقتي دي، بصوا كده حصل تقاطع فين، عايز هنجيبها مثلا من هنا. بصوا بصوا الاحمر ده كله كان ايه، احنا نصغر سنه عشان نبقى شايفين. بصوا شباب الاحمر بدأ هنا ودخل الاحمر هنا، كل دي كانت صفقه. ايه شايفين الشكل ده كله كان صفقه بيع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، يعني اللي كان داخل في الصفقه دي لحد هنا اهو كده كسب كل النقط دي كده. تمام. طيب تعالوا نصطاد حاجه دلوقتي كده نشتغل عليها، عايزين عشان نشوف احنا هنشتغل على صفقه ايه. طبعا المؤشر اللي تحت هنا اتحول للون الاخضر، فانا دلوقتي ما عدتش هعرف العمليه معايا ايه. تمام. اتحول للون الاخضر، يعني هنا لو كان بيبيع في كل الجزئيه دي اصبح انه هيخرج هنا، فهنتظر لما المؤشر يتظبط قدامي. تعالوا كده نجيب ايه عملة تانية، احنا ممكن نجيبها في الربع ساعة ونشوف وضعه ايه. في الربع ساعة هو بيقول لك بيع، في الربع ساعة بيقول لك بيع، كان خارج من صفقة شراء كل الجزئية اللي انت شايفها. طبعا انا ما بخرجش من اللي فوق، انا بخرج من اللي تحت، كل دي كانت شراء شراء شراء، ابتدى يبقى فيه بيع، ابتدى يبقى فيه بيع في الربع ساعة. تمام. تعالوا هو انا شايف الشمعة قدامي فعلا ايه بتهبط اهي، فتح شمعة تانية لسه الايه الاحمر شغال. احنا ممكن نجرب مع بعض عليها كده ايه، نجيب برضو عملة تانية، نجيب مثلا اليورو. مثلا الاسترالي نيوزيلندي ده، وهحط عليه التمبلت شادي سوفت. وتعالوا كده في الربع ساعة، في الربع ساعة. طيب كويس، هو كده ايه في الربع ساعة بيع اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده، هو لسه خارج من صفقة شيرة على فكرة، كل ده كانت صفقة شيرة، في الربع ساعة بيع. تعالوا نفتح اوردر بيع سيل اهو، اوردر بيع في الربع ساعة عشان نشوف الوضع هيبقى ايه اهو. النيوزيلندا ممكن اخد له ايه هدف صغير كده عشان نتحقق انه ايه انه شغال. انا بسحب له ايه هدف صغير كده بس ايه، طبعا انت تقدر تتابع الصفقة بنفسك وتشوفها اهو. ده كده. طيب نسيبه شوية وبعدين نرجع له، هو اللي تحت اللي معانا ده اللي هو الاي او دي ان زد دي ده. تعالى على الباوند، الباوند بيقول دلوقتي صفقة بيع. تعالى على ايه اليورو مثلا،
صفقات شغالة فيه، صفقات شراء دلوقتي، على الربع ساعة شراء، على النص ساعة شراء، على الساعة شراء. جميل قوي، تعالوا كده ناخد منه صفقة شراء، نكبر بس كده. انتوا شايفين ايه في الخط الاخضر اللي تحت ده شغال اهو. يبقى احنا ايه، صفقة شراء، تعالوا ناخد منه صفقة شراء. طبعا انا شغال على حساب ميكرو اهو. باي، يبقى كده معانا صفقة بيع وصفقة شراء اهو يا شباب، بيع وشراء بالشكل اللي انت شايفه ده. في حاجة بقى تانية جميلة، ان انت ممكن تستكفي بعشر نقط. بصوا يا شباب، مش انا عملت صفقة اليورو اللي احنا عملناها شراء دي، هضغط عليها ضغطتين كده تمام، وهاجي هنا موديفاي اوردر او تعديل على الاوردر، وهنا هقول له مثلا عايز 20 نقطة، يعني بالميكرو 200 نقطة، يعني 20 نقطة. وهقول له ايه، انا عايز التي بي بتاعي 20 نقطة اهو. احنا بدأنا من عند ايه، من عند من عند هنا اهو. معلش اسف يا شباب، في غلطة هنا بس حصلت. احنا قلنا ايه، هاجي هنا على الموديفاي وهختار له هنا مثلا، هقول له انا عايز 30 نقطة من هنا، مفيش 40 نقطة، لان بيقول لك اقل حاجة في الربح اهي 40 نقطة. تمام يا شباب، كده ايه، حددت له الربح 40 نقطة اهو. طبعا الستاندرد هيبقى غيري خالص، انا عشان ايه شغال ميكرو، ده حساب حقيقي، ما مش جايب حساب تجريبي. بصوا الصفقة يا شباب بتاعة الشراء، فعلا صفقة الشراء بالشكل اللي انتوا شايفينه ده اهي، بدأت ايه، بتبدأ تكسب، بتبدأ ايه تكسب. هنسيبها شوية ونروح على الاي او دي ان زد دي، ده دي صفقة البيع، دي صفقة البيع. تعالوا كده نقول له، عايز اقول له كده اجرب معاه، 20 نقطة مش هيقبل، 30 نقطة بيقول لك اتليست 210 نقطة علشان السبريد بتاعه. ماشي، 210 نقطة. وهروح قايل له ايه، اوكي اهي. بس انا طبعا انا لما هكتفي هخرج من ايه، من الصفقة. زي ما انتم شايفين اللي تحت الشراء بتكسب، والبيع لسه منتظر اهو. نجيب كمان عملة علشان يبقى ايه، جربنا على 3 4 عملات، اليورو كندي مثلا. طبعا حاولوا تختاروا العملات اللي السبريد بتاعها قليل عشان فروقات السعر. لو انا شايف اليورو كندي هو ابتدى يبقى صفقات شراء وفوق مجهول، فانا ايه، هو كده كده كان جاي من ناحيه بيع بالشكل اللي انتم شايفينه هنا ده، كل ده بيع 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 بيع، راح خارج شراء. فانا مش عارف هو هيعدل الاتجاه ولا هيكمل، فبلاش ندخل عليه غير لما يظهر له ايه اتجاه. نجيب ايه تاني، عايزين نجيب حاجة تانية كده. نيوزيلندي، اليورو ين مثلا، ده شباب شكله شراء كامل اهو، على الساعة، على النص ساعة، قصدي بيع، اسف معلش، على الربع ساعة بيع، على النص ساعة بيع. شايفين انتوا المنظر الاحمر اهو، على الساعة بيع. طيب خلاص، هنروح على الربع ساعة وهنبيع، هروح على الربع ساعة وهبيع سل. جميل، وهحدد له هنا كام، نشوف اقل عدد نقط ناخدها برضو.
ونخرج ده بس عشان الايه التيست بيقول لك اقل حاجه 54 نقطه اللي هي تحت دي اتليست 54، خليها 60 نقطه وهقول له ايه اوكي. فبصوا يا شباب هكسب اللي هي الايه الجزئيه دي كده، فاهي بالشكل اللي انتوا ايه شايفينه ده كده، دول الايه الثلاث صفقات بتوعنا اهو، دول الثلاث صفقات بتوعنا هم ادا 1 2 3 من بدايه هنا. ده احنا الاي دي ان زد دي واليورو 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 ين، وحددت لهم ايه هدف عشان ما اقعدش كل شويه قاعد قدامهم باخد اهداف بسيطه كده. ممكن اروح اجيب كمان زوج يو اس دي جي بي واي مثلا، اهو مثلا تمام، احط عليه التمبلت عشان اشوف اتجاهاته ووضعه ايه. بصوا يا شباب هو هنا كده على الساعة زي ما انتم شايفين اهو، انا لو كبرت سنة على الساعة بيع، على النص ساعة بيع، على الربع ساعة بيع، تمام. يبقى كده هروح اخد لي اوردر بيع سيل، وهنا اخد لي ايه 40 نقطة منه مثلا اهو. تمام يا شباب، يبقى كده بصوا انا اخد نقط بسيطه خالص، انا اخد نقط بسيطه خالص بس عشان اعرفكم العمليه ايه. وطبعا الحساب الميكرو مش زي الحساب الاستاندر نهائي. فانا دلوقتي معايا كام صفقه ادا 1 2 3 4، هنشوف كام واحده فيهم هتنجح وكام واحده فيهم هتفشل. كده انا هسيب الايه الموضوع شويه، هوقف لحد ما ايه نشوف الوضع هيوصل لفين. زي ما انتم شايفين اهو ده ايه الاوضاع بتاع الاربع صفقات بتوع العمليات بتاعتي. هروح بقى على حساب ديمو واضرب عليه لوتات زي ما بتشوفوا في الفيديوهات، بيروح حاطط لوت عجيب مخيف، تشوف 1000 دولار مكسب و2000 دولار مكسب. لا انا ما اعرفش اعمل الكلام ده، انا حسابي صغير على قدي، بكسب 2 10 15 دولار بالكتير قوي في اليوم، ببقى كده ايه ملك. لكن انا ما اعرفش اجيب الدولارات الكتير قوي دي. عامه اللي حابب ينفذ الموضوع على حساب ستاندر يقدر يعلي اللوت، او لو الميكرو حتى يقدر يعلي اللوت شويه، بس جرب. انا بجربه لك على حقيقي عشان الناس بيقول لك ما تجربوش على ديمو، وجرب على حقيقي لان المؤشرات مش شغاله. فهنسيب الصفقات شويه كده ونرجع نشوف نتيجتها ايه. مره اخيره اي دي ان زد دي يو اس دي يو جي بي واي يو اس دي جي بي واي بالشكل اللي احنا شايفينهم دول، هم دول من بداية هنا كده، هم دول الايه الصفقات اللي احنا شغالين عليها. نوقف ونشوف النتيجة ايه. تحديث يا شباب، ادا صفقة اليورو وصفقة اليورو الدولار ين، الاتنين حققوا النقط اللي انا قلت لهم عليها اهي تي بي وتي بي. الصفقات اللي خسرانة فوق دي اكسبرت اللي شكيمو، بس دول كانوا بايتين وكان في فجوات ظهرت النهارده، لان النهارده الاثنين لسه بدايه اليوم الجديد، احنا اول يوم طبعا في الايه في الاسبوع. فالصفقتين الخسرانين الوحيدين اللي معايا بتوع اللي كانوا بايتين من الاسبوع اللي فات، ادي الصفقتين اللي احنا لسه عاملينهم، ولسه في صفقتين اهما بالشكل ده اللي هو الاي او دي واليورو جي بي واي، هننتظرهم. نقف شويه كده وبعدين نشوف يا شباب. تحديث يا شباب، ما عادش معايا غير الاسترالي نيوزيلندي ادي اهو ايه. ثانية واحدة نظبط الوقت اهو شباب، ادي ده كده وده وده، تلاتة قفلوا بالايه باللي قلنا عليه. لسه الاي دي ان زد دي بس انا ما انصحش حد يدخل فيه، لان بصوا شباب السبريد بتاعه 360 400، يعني في 40 او حاجه و40 نقطه، 362 404 في حاجه و40 نقطه بيروحوا، ده سبريد عالي جدا.
فخلينا في مثلا في اليورو وفي الباوند. اليورو والباوند، اليورو والباوند شغلهم حلو على ال يعني. هنا الباوند مثلا مش محدد له، هو كان هنا شراء، هنا عايز يخش شراء، وهنا بيع، فانا ايه لسه مش متأكد اوي من الاتجاه، فهسيبه شوية لما ايه وضعه يتظبط. ممكن اخد في الربع ساعة صفقة صغيرة كده ايه شراء، بس لسه كده معايا الايو دي ان زد دي اهو، وبدأ يجيب اهداف اهو، بس عشان السبريد العالي ده انا هخرج منه افضل. سبريد عالي جدا يعني، بصوا احنا فاتحين من هنا وهو اخترق وصل الكلام ده كله، ولسه ما جابليش ارباح بسبب ايه عدد النقط الكبير قوي ده اللي هو السبريد. فبلاش الحاجه اللي عليها سبريد عالي، دوروا على الازواج اللي فيها سبريد قليل. يبقى كده الاستراتيجيه دي ناجحه معايا فعلا على حسابي الحقيقي اهو. تعالوا بقى اجربه على حساب ديمو، هفتح بنفس الفكره كده على حساب ديمو ونشوف هيعمل معانا كام. بس هوقف الفيديو علشان ايه طبعا هو اخر صفقه معايا اهي، خلاص قربت ايه حتى ان شاء الله اجيب منها اي نقط، وايه هخرج عشان السبريد العالي قوي ده، سبريد عالي قوي يعني. بس هي لحد هي بدأت ايه في الساعه بيقول لي انه هيبقى بيع، فانا افضل اصلا الخروج باذن الله مع ايه اقرب نقطه علشان السبريد العالي ده، وبلاش اخش حاجه فيها سبريد عالي قوي كده يعني. هي دلوقتي سالب 5 سنت، اول ما اول ما الاقي اشاره للخروج هخرج، لان في الساعه بيقول ان بادئ بيع وانا طبعا اخدها ايه شراء. فلسه حتى الربع ساعه شغال معايا زي ما هو، ما ايه ما اتغيرش اللون لسه لحد دلوقتي، ما اتغيرش اللون معايا. فقلنا السبريد بتاعها عالي، هروح اجرب دلوقتي اهو. خلاص اهو كان بدأ يخش نقطة الدخول اهو، وبدأ يجيب الشباب كمان ربح. انا بس عايز اجرب على ديمو كده عشان اوريكم اللوتات اللي بتبان لكم الالفات والكلام ده بيجي ازاي. هنجرب بنفس الاستراتيجية على حساب ديمو ونشوف هيجيب لنا كام في خلال الفترة اللي احنا قاعدينها دي. طبعا ادا اخر صفقة معايا اهي على نقطة الدخول علشان السبريد 50 نقطة. يعني انا لو كنت جايب حاجة كويسة كان زماني الوقت خدت ايه 50 نقطة، لو ما كنت جايب حاجة السبريد بتاعها قليل. هسيبها برضو شوية لحد ما اجرب انا على الديمو ونشوف. هو شباب على حساب تجريبي جبت هنا على المجنون جبت $7، وعلى اليورو يو اس دي جبت $3. تعالوا كده نروح للتداول، وبعدين على اليورو يو اس دي اهو، على اليورو انا شايف انه شراء، الاخضر ده عطيك شراء اهو، مظبوط الاخضر عطيك شراء، هو متفعل الشراء من بداية هنا. طيب على النص ساعة شراء، على الربع ساعة شراء، بروح جاي فاتح امر جديد اهو، وبروح قايل له ايه الشراء من السوق. طبعا بعلي اللوت هنا لان ده حساب تجريبي مش فارقه معايا، لكن مهما كان انا عمري ما عليت اللوت لحد الافات وحاجات من دي، تمام. فانا لو قلت له الشراء من السوق اهو، نشوف كده الصفقه. طبعا انا عملت صفقتين، جبت واحده على المجنون وواحده على واحده بيع على المجنون وواحده شراء على اليورو، ونجحت في التجريب كويس جدا. وهو هنا برضو او بدأ يجيب، هيبدأ يعمل ربح، كان سالب 18. بصوا يا شباب اهي دلوقتي ايه ادي الربح اهو، هنا اهو ده. ودلوقتي لو انا عايز اقفل على الربح بقى ايه بقفل عليه، او لو عايز احدد ربح اعلى بعمله زي ما انا عايز، تمام يا شباب. اهو اقدر دلوقتي اقفل على الربح الخمسة دولار اللي احنا عملناهم دول. فتخيل انت بقى انا عملت 3 و7 و5 دلوقتي في الدقيقتين اللي بنشرح فيهم دول. اتمنى يا رب ان يكون الموضوع عجبكم، انا نفسي هبدأ اشتغل في حساباتي على الموضوع ده كده. هسيب باذن الله الرابط للناس علشان رابط التمبلت ورابط الانديكيتور هتحطهم زي ما انا حطيتهم في بداية الفيديو، وياريت الناس تعرفني بالنتيجة معاهم بإذن الله على جروب النقاش بتاعنا بتاع التليجرام.
يا ريت يعرفونا النتيجة ايه، وهسيب لكم طبعا روابط كل حاجة تحت الفيديو. شكرا.